السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. تعال. إيه دي شو؟ How are you? I am fine. You? رقم واحد. نمبر واحد. إيه شو أخبار؟ الحمد لله. بس طارت المازدا؟ أيوة. الحمد لله. بكاك. بكرة الصبح إن شاء الله بكرة الصبح رمرور زين. ما بالصبح الساعة واحد قلنا له. الساعة واحد هذا تأكيد. أنا ما يقدر. ليه؟ أصبح مبخور. خلي قاعد حق منو عيال. منو بيرقد؟ لازم لا ساعة واحدة اتفاق. السلام عليكم. وش حالك؟ يا مرحبا. ما ذبحه وانا انزين. انا يعني الله يحفظكم اموري طيبة ولا اشكو من باس ولله الحمد. انزين. وايد العرب اللي تخبروني كيف يا خالد انتو ساقوا تحمسون للشكر تسوون شرات الكراميل والبكورة ايش قايل طريقته مليون سالفة وسالفة. فأنا طالت عماركم أمبوني أنا مضرب على الموضوع هذا وما أريد أقحم نفسي في دوامة الطباخ والنفاخ لأن هذا موضوع وايد شغلة طويلة عريضة يعني وهذا مش مجالي. أنا هاوي فلذلك هاوي هواية تعلمناها البشاشير أنا وهالبيتي ولله الحمد الأمور طيبة. فحين وايد من العرب يتخبرون كيف الطريقة أنا أني أروم أصور هذا كله أنا أبوي عياز ولا فيه ولا لي مقاقة ولا لي بارض لين هالكثر فشو بسوي اليوم بتبرد وبصور يا غير ما بنزل على السناب بنزله بصور مثلا طريقة عيان الباكورة وطريقة مكوناتها وصبها والفقاع كذا الأمثال وطريقة المشخول مال المالح اللي هو مشخول على المالح ينطبق على جميع الطبخات يعني انزين اللي هو في قاعته او مطبن او تحته انزين فهذا كله بصوره اذا الله جعلنا من الحيين ان شاء الله وبطرشي حق المصور او المنتج يقطع يسوي فيديو صغيرون لاني انا ان صورت طبخه هاي الطبخه تاخذ 3-4 ساعات بيلسم وبل ما اعرف الطريقه هاي اللي يسوون فيها طريقه احترافيه اللي يجيك المصور ويصور وما ادري ايش يسوي دقيقه واحده وخلص الطبخه انا ما اعرف الطريقه ترى بيصورون شوي مقاطع 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 ودوها عند رجال يسمون المنتج ودمجهن ضربه سواهن دقيقه نزلوهن على الانستغرام وان شاء الله هذا كله على الله يحفظكم بصوره بالطريقه العاديه وإذا الله جعلنا من الحيين أني بنزله بطرشه حق المنتج وبيمنتجه وبنزله في الانستغرام إذا الله أراد بنزله في الانستغرام وفي الواتساب هو مثل دقيقة واحدة إن شاء الله أني أروم أسوي هالشيء إذا نجحت زين والله كلمتنا هاك اليوم شركة قال يبون على كل فيديو هاي الحكي قلت عجيب أنا بقعد يبوي شيء اسم غرم للمتابعين لا لا لا, لا. انا ابوي بصور صغار وبخبرت قوم منهل يبقى قال لي منهل ابوي ما يحتاج تودي ابوي المكتب عند هذاك اللي هناك عندهم باكستاني ما ادري هندي اتوقع بيلصجهن وبيسوي المونتاج ها شغلت المنتج وشغلتهم يسوي الاشياء هاي كيف انت تدور من شرق وغرب ان توكلنا على الله اليوم عاد بصور اللي بصوره بنطرشه لهم وهم بيمنتجون شو اسوي ما باليد حي نحن الله يحفظكم اللي خلى الوادم أكثر ترغب في الباكورة نحن باكورتنا 99% منها أو 97% منها خضرة الطحين النخي ترى يشرب دهن فلذلك نحط تقريبا 2% طحين نخي من هاي الكمية كلها 2% وإذا كثرنا 5 بس حق تتقاود العينة وإن شاء الله بنرويكم المكونات وطريقة شو البهارات اللي تنحط فيها وكل شيء على معرفتنا نحن مال طريقتنا نحن مش طريقة الطبابيخ والشفات واللي له عرف وايد في هالمجال لا أنا أسوي لي نحن خدمة اللي جايز لنا وجايز لإيراننا وجايز حق ربعنا وأشوفه أنا بعيد أخير عن كل البكورة اللي أطعمه عند العرب اللي من غير العرب اللي من غير من تاكل بكورة انت فخ بطنك ترى النخي مرياحي هذا اولا سووا طحين رقم واحد ولا ياك داخل ملتبس عيين ولا ياك يشرب دهن هذا كله انا ما داني انا يعيبني شيء اللي يتخرفش الشيء الفنان الشيء الخفيف ما بتجي على الكب ترى حد من العرب بعد ترى حد من العرب لو يسوي لا يسوي
ترى تجي العلشبت والله يا ابوك لو تلحس السماء تجي العلشبت شرعت حد من العرب اللي ما ينشها يا ابوي ما ينشها حد من العرب وبي مقابله روح يجيب الحزن لو بيسوي لي بيسوي مقابل روحه هذا يجيب الحزن تشاهده والله يا ابوك انك يجيك الحزن وحد من العرب يا ابوك من تفكر بس تفكر بطاريه ابتسمت ابوك ما هو حالي توني منزل هالخبر الا المالح مفوح الا المالح مبقر بقبل الا كل هذا بتعرفونه خلاص هب الحين اليوم بنصوره بنندبل المنتج بمنتج بننزله في الانستغرام بخبركم انه نزل في الانستغرام اذا الله جعلنا بالحي ان شاء الله كل يوم اقول اني بظهر من وقت بظهر من وقت وين اظهر من وقت ما اظهر من وقت وسبه المطابخ غيري ساد البيت كل مسدود يا غير انا عن تميعينا هاي لا بد ولا عذر كان حد متعني ومصرف ولا البيت كله مسدود لك روحي عيبني الدعس ما شاء الله كل يوم على حمل الوالد تبارك الرحمن يعني الله يغنيكم وفضله يا يران المسرة رح لبركة إن شاء الله في عيالكم شاهدت حصة الجريء أدري لو يقدر ما يتشاهد لكن شو سوي يعني حد يجري وغادي وهي يتشاهد خلافي غادي وهي يتشاهد عقب المغرب عقب ما يفطر أقول لكم شوفوا هذا ما شاء الله الغل هذا اللي تشوفونه الغل الورق اللومي هذا ما بعد الرش مزيج الفطري مع الحشري مرتين ورا بعض من بعد 10 أيام قبل رشه وعقب 10 أيام رشه شوف ما شاء الله تنقيط شيء من هذراع ما شاء الله هاي ها ذراع منقضة هذا الحين كله تنقيض من بعد شو بعد دمج الحشري مع الفطري لأن تعاينا شو نسويه هذا دودة الأنفاق ولو تقرفيصة وها شوف ما شاء الله فرش هذا المبيد الحشري مع الفطري إذا ما ينفع ولا ما يضر إذا ما ينفع ولا مدة الحماية بعد 2-3 أسابيع الواحد ما يأكل ثمر يعني من الترش خلص من الرش 2-3 أسابيع مكتوب تحت على العبوة أنك أنت لا تأكل من المنتوج هذا في خلال 10 أيام ولا يوم ولا يومين إن شاء الله عدنا حمى بملاحظة حين مرة بموت على الصلاة هي فلذلك الواحد يأخذ حذره يعني يراقب اللي مكتوب وراء اللي تبع الحكومة يعني شو ما شاء الله هاي حين توه مفرخة لمن حين وساير مشكور يا سلطان القيواني ما قصرت يا سلطان يا ضوي شغلك كل يا ضوي على الله الله يخليك يا سلطان يا القيواني ما قصرت في انتقائك لهالهنبة ما شاء الله تبارك الرحمن هالهنيبيات الله طارح فيه البركة ما شاء الله تبارك الله يا البربل بلاكس ابوي زامط بعمرك انت بتقيط بارك الله فيك انت بتقيط بارك الله فيك انت بتقيط يا خوفي لا تقيط وقت السفر ترى هاي بعد رحم احنا يقيط يوم انت مسافر يا سلام سلم يا رب البيت والحرام كانك تعبان وتريق متى بيقيط ويقيط يوم السفر هاي رحم احنا يا البربل بارك الله فيك الله فيه قبل السفر له هني بي وحده وانتي حاجة من دسة هناك ما شاء الله عليها روح من دسة ما تبي حد يعرف عنها شيء ما حد ما يبس ستر حتى الهنبات بس ستر شوف قامت لحق ومتدسسة شوف حيث انها متدسسة اكبر وحده فيهم كلها قادية ما شاء الله عليها ايه هاي يقول سحتنا وغطاي ولا حلوات انكشفه سحتنا مغطاي ولا حلوى تنكش وهذا من الهنبة اللي بعد داس عمرها تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله أنت ما طارت حد بعيد علي ولا ودي أزخج بعيد والله ما شاء الله عليها أكبر وحدة فيهم الآن فوق تلجش الزبد متعلي هذه روحها متعة تدسس بين شيارك وتطالع ابويه انتاجك وانتاج بيتك
وش قايل شغلك وتعبك اللي تعبت عليه هالسنين، ايش قال لي غلب الورق، وش قال لي غلب الزهر، وش قال لي غلب الثمر. هاي روح نعمه يبال حمد وشكر، نعمه يبال حمد وشكر، اللهم لك الحمد. هاي لونقان شو ما شاء الله 6 أمتار راح يواصله. هاي فاكهه اسيويه اللي تشي على شرات اليوز على هالكبير، وعلى شويه اكبر عن اصغر عن اليوزه العوده، وطعمها شرات من الورد. شو ما شاء الله عليها، كم من سنه حمزه؟ روح 7 أو 8 سنين. هاي الهمبا يسمونها يلد الثور، اصلها مصري. يقولون فيها مقوله اذا عندك شيره لوز ولا نخله ولا همبا ولا تينه، شوف ما شاء الله هذه بتبشر الحين، واول ما تبشر تطعم منها كريم الحول ان شاء الله تغدي ابوي ثمرته كثر التراب، ونطعميت تواحب بخيل يدك عاد والخلاء. اي والله يقولك انا اول ما يقولون عاد في ذمه من قال، في ذمه سليمان القصار هو اللي خبرني هاك اليوم. يا ربي هذا عندي بشكار متسلط ابوي على الهمبة يخرف خرافه. ليش؟ قال والله اسويها شار. انزين شار منو يبى له شار؟ يا الله يغرب لك من بشكار بيقهرني قهر. يا ربي كم مره قايل له، كم مره قايل له غميضه عليها. قطع من امهاته هذا حريس، هذا حريس حريس، اسميك يا حريس مسود وي ما شاء الله. هذه هاي يقول لك اللي شالب بعور عينها، شو ما شاء الله تبارك الرحمن، نوعيه جيد وجميل. هذه سخيه كريم كريم في الثمر، شكر ريج على ثمرته، شكر ريج. انا ترى اللي والله هن من ازرعه واشوف ثمرته والله انها عقيتها مره ما اخليها اذا حد داهني بها وانا ما اعرفها. ترى حب العرب بعد هاي يدهاك في مكانك وانت ميلس، يسوي لك طمس الانظار، ما توع الا اخذت اللي عندك اللي. لكن يكون ما بناصحني، وهذا جليل منهم عاده. كان الحمد لله رب العالمين، الله سخر لنا السلطان القيواني والعام بعد رجال في خير يزاه الله خير والحمد لله، وعام الاول واللي قبله يعني الأمور طيبة. هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة. يا الله من الصبح الدنيا معتجلة معتجلة عتال الدنيا. يا ربي هريس ليش مقطع الهمبل هناك؟ هي شو سوري؟ الشيء الوحيد اللي ناوي أصوره ما هان علي ما أصوركم إياه شوربة كرشة، هاي من فريج الهوامل عقب الغنام شوربة كرشة. شوف سبحانك يا رب، شوف الله يا ولا كانها كرشة ريحتها ثمينة غير تحرى ريحة حيب تبارك الرحمن. شيرك ما بلا كرشة، كرشة فيها شوية كريعينات، كريعينات عاد ما مالت تويس رضيع. هذا هاي الركبة فقيرة هالتويس، هذا كبر كبر رايبة الركبة حليل حيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير والنور والسرور، ومساكم الله بكل ما يسر خطركم، بالمبارك عليكم هالأيام المبروكات. يعني الله يحفظكم ويبارك فيكم يبعد عنكم كل شر وضر. الأكولات اللهم لك الحمد من كل ما تشتهي النفس، ما يتم بالفريج بيت اللي يندب كل نبو يندب، اللهم لك الحمد. الخير خير فضيل. لكن أقولكم أنا قالكم في رمضان ما بصور إلا لو بصور عيست، وأنا أصور ما يتم شيء ما بموجود. ما بهذا المربط الفرس، مربط الفرس الله يحفظكم قبل غنام مطرشيلنا شوربة، نحن شوربتنا شوربة هل الدمام كل رمضان من يوم نحن يهالي اليوم، هذا اللي هي كويكر مع لحم قطع صغار شي حمسونة تسوي شوربة كويكر يعني، لكن حمراء. ما بهذا الموضوع، موضوعنا على الله يحفظكم شوربة قبن غنام. شو شوربة مطرشين؟ مطرشين شوربة كرشة، شوربة كرشة يا جماعة الخير شيء لا صار ولا استوى، لا عصمة يد من أمر ومن خدم ومن أشرف ومن أندب. ذكرتني شوربة قبن غنام
بشوربة بيت الشيخ حصة بنت محمد. الشيخ حصة بنت محمد يالهج ان الفردوس اللي عليه يا رب العالمين، أم الشيوخ يا العظام هالجنة يا رب العالمين، ان الأول يومنيها في رمضان شوربتها المفضلة اللي يحطونها للناس الغالين والضيف، الضيف اللي يجي على مكان بعيد حطوا له طويسه شوي اكبر على الجنب فيها كرشه، شوربه كرشه. لكن ما كنت عند شوربه شرات شوربه بيت قصر الشيخه حصه الا شوربه قنب الغناء. اليوم بيضه ما فيها اي شيء، ولذيذ لذيذ، لا فيها بهارات، لا همك الله لا هم يحزنون، لكن من النظافة والخدمة والرم والريح الفنانة وهي اللي كرشة. شوربة قوم بن غنام حاطين فيها كريعينات، كريعينات مالت تويس صغيروني، هاي زادت حلا فوق حلاته، يعلش الجنة يا أم الشيوخ. يا مال الجنة، يا مال الجنة يا بنت محمد، يعلش الفردوس لعلى يا رب العالمين حق وجاه الأيام الفضيلة المبروكات، أنك تغفر لها وتتجاوز عنها وتخفف عنها وترحمها برحمك يا أرحم الراحمين. واللي ييب الشوربة سهيلهم عوض، يعني الله يحفظها. من تمر أم الشيوخ افتهمت هي لو حتى من البعد، سارت يابة أبوية التراتيب والصينية والخاشوة على ينب وصحيب بعد تحتاك الطويسة ويابو والويمية على ينب والويمية على يم للي عاد بيشتهي يقطر كم من قطرة الويمية داخل هاي الشوربة. يعلش الفردوس لعلي الشيخ حصة بنت محمد، يعلش الفردوس لعلي أم خليفة، اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها يا أرحم الراحمين. لكم بعد يوم شيء دل غريبة بصورها، هاي الدل بعد ما أدري وين وين جايك، الله أعلم. ترى على فكرة ما تشترين دلال ولا تشترين دلال، من ثبت العقل أنا في بيتي ما تشد اشترين دلال بالكوفة. هي والله أشوف أنها بعد يا جوري وياهن شبه شابهنها، لكن هالي يركبن عليها ظني. بعد كيكة من كيكات على الصبر ومنت، هاي كيكة أوبن هاي اللي بالميدان، بعد هاي كيكة السحر هذا. أوكي أنا كلوز دي أدروان نفس الشيء، لكن هذه بدال البيدام حاطين علي شراء بلاليط على وجهه، على وجه الكيكة كيكة تسح مسوي لها شرات البلاليط مقلاي، ما تدري ايش قايل ولا بلاليط احمد ما تعرف ايش قال انت. المهم الكيكة ما يبغى كلام. يلا كلوزت، شكرا يا عزة. واللي يطلبون صيت رقم سلطان القيواني اللي يجيب القور بوي مارو ما حط رقمه، هاكلم حطيت رقمه وخلص اللي عنده، وحين مارو ما حط رقمه لين روحي يتصل بيه ويتابعني. يوم بيكون الشيء عنده جاهز مقور ومحطوط في يواني ملفف معدل، هات الساعة روحه وبيدق لي تليفون بيقول لي خالد ترى عندي أنا هم بكم بتحط رقمي حطه هو. وسلطان القيواني ها رجال يعني مش تاجر، هذا هاوي وإنسان يعني أنا أحب أساعده، إنسان يستحق المساعدة، ما في داعي أتكلم، لكن يوم أنا أقول يستحق المساعدة يعني يستحق المساعدة، مش إنسان بطالي لا، يشتغل يدور المكدم وين تكون حسب يكد على هل وعلى فريجه. سبحان الله هالإنسان الله يعطيه إن شاء الله الصحة والعافية. أكثر هنهنتي ما بلا وحدة، قبل قلت لكم وحدة، هذه وحدة حق القهوة والثاني هاي حق الشاي، لكن أظني شاي حليب. يلا شو تبين؟ ها حلوة يا خالد. ها الحلوة اسمع لي بأفادي. عليكم السلام وبركات، انت وين؟ عم جاء فراح ومتبتينا شيكا. شو دقيقة كل يوم تقول دقيقة تي قبل الأذان بدقيقتين؟ انزي على هواك. يلا حبيبي ترياك. شو تفتش؟ شو تفتش؟ كل شيء تبي تشوفه انت؟ تعال عادة. تعال. وين؟ شو فطرت اليوم؟ ولا صايم؟ ها؟
خليه عادي. انت صايم؟ لا. ليش؟ بس ليش عادي؟ بس كلام عادي. تروح النار؟ كيف يعني؟ بس ليش ما صمت؟ فما عارف كم ما تعرف الصوم؟ اخيط ثبت على كل سوى صيام. انا ما اطلنا صلاح. ليش مو اخي تحت؟ دي طالع التليفون. ليش ما صمت؟ ما عارف ابا. انت شو تغديت؟ بس شي بعد. شو؟ سح على سح. سح؟ بس. انت تتريد انت تتغدى سح كذو؟ ربع ينون. شو تغديت؟ شو تغديت؟ بس. والله ما خبر. هلا غير غنى. شو؟ غنى ما اعرف هذا. كوسة محشي؟ ايه. ايه تو ما تغديت. كوسة كوسة المحشي ما تفطر صح؟ ايه. زين. اسمي لي بي المروع. يا ابوك لا تعب لا همك الله لا هم يحزنون. يقول لك فاتح لي الساعة 3 بالليل ولا شيء زحمة هبدل. بتبوح شو يا ابنك انت المروع الحين نص الليل؟ جيت حدود المازدة اللي خبرتكم عنها اللي قالت لها شراي. والله واخرى ما يسوى شراه. يا بت 7000 كان حد يبيع سيارة ب 7000. والله نتعني عيال ولدي احمد نسوي له توكيل انا. قال والله توكيل ما في بيع ومشترى ولا تنازل. يا ربي والله اني عنيت عنوه. ظهر عين من الحلاق خلص. وحي الجماعه لازم اوصل وقت السحور. يلا بنرمس بعد شويه. اقولكم سر اهتمامي سر اهتمامي بحل ولد ما تعرفون شو السر. هذا سيف بن عبد الله اصغر عيال ابويه عبد الله. هب انت خوز هذاك الرجال هذاك الابو وحيد صحيح. هذاك الابو هذا عاد اصغر عياله. سر اهتمامي في الله يحفظكم انه من حول لنحول يجيب لي قرشة حبول. ما اعطيت محمد سالم اعطاني الله وكم يوم اعطيه اعطيه حبول انا ابوه. اقول لك لو عاطني خريطة عود ما شوفت سوى حبل واحد منها. بنبادلك حبول بعود. لا 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 خلاص صارت سيارة بصورها لكم. حبول يا ابوكم مطار هي والله من حول لنحول والله من حول لنحول يجيب لي جزاه الله. والله ان الساعه ابرك عن عرب وايده بيلسين هني ما شفنا من وراهم اذنه بالاخص هذا ها هذا 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 زين لسان وجليل احسان ما وراه فايده لا فايده ولا عايده. ايوه هذا ابوي الريال اقول كل بارح نسيت اسمه ماهر ترى من كم من 20 سنه اعرفه وانسى اسمه شكله. اقول له ما ماهر ما يركب عليك ماهر مال محمد احمد خدادات شامبي يمكن. ويراعي حارث ناخذ الرسمي تو واصل. ابو عبد الله سلام عليك. ابو عبد الله سلام عليك. اي مرحبا. هاو ار يو ماي فريند. الحمد لله. يا مرحبا يا مرحبا. خليك جاهز البحر. نعم مره ما طحت الا واجف صيام وبحر زين عادي. شوف في حارث وفي حارث يقطع لنا جبودنا. لا يا في الليل بتصير كان كان بيصير بساري انا ساري وين ها بسروي هيك تسلم. والله وين جاي؟ والله جاي مني من ال كوفي. من الكو وين كوفي؟ لا ما رحت لكم من السوق. والله شو اخذت؟ شو اشوف جاي خالي ما اخذ لا في قرطاس ما اخذ عطر ما له اسم ما اعرف شو اسمه مخل صناعه محليه انا يعني صناعه واحد من الشباب هي و يخلط يعني. لا والله زين عطره زين. عطره وايد زين والله. انت زين انت زين وما يوزن كله زين يا ابو عبد الله. الله يسلمك يا ابو محمد. يسلم والله. يلا عاد هاي لا هذا الحين خالهم هذا مرزوق خال هالمجموعه كلها وكلهم عاد الحين تريون عليه ادنات الدقه. شكرا ابوي شكرا جزيلا للي سوى هالفلكر فلكر للي سوى هالفلتر وطرش لي اياه فلتر فنان واغاوي ومازينه ويا سحور وتسحرنا. وحين سايرين ان شاء الله الجمعة كلهم قاعدين يلعبون ورقة حينها يلعبون ورقة وانا عاد ما اعرف العب ورقة يعني على فكرة حياتي ما لعبت ورقة. وهذا بارك الله فيكم سلطان بن عبد الله المعرس. سلام عليك كيف حالك؟ كيف انت؟ يا مرحبا يا مرحبا. تسلم يوم اشوفك انا غد بخير. يا عليك تسلم يا علم نيابك الجنة. الله يحفظك. الأمور طيبة؟ ما صورت خالك. خالك هذا وخالك. خالك شو يسوي؟ أبو عبد الله سلام عليك. إيش حالك؟ أمورك كيف؟
هذا ناخذ الاصل. هي هي ما حد قال لا مره، ما حد عنده خلل، ما حد يرمي خلل. قبل الشيء وبعد ابوي بصور لكم الحبول اللي خبرتكم عن المساعد. هذا من عند سيف بن عبد الله بن الشيبة بن عبد الرحيم القبيسي. ها ما زين تحراح من لب غير يسمون مطرق. مطرق هذا ابوي الحبول كل يوم باكل واحد ولا اثنين ثلاثة ما بكثر، خاف يوجف. اي والله يعني ما القصد مطرق له مطرقين ترى، بعتب ما يخلص كان كل يوم باكل غفه ولو غفتين. اليوم باكل بس غفه الكبير ولا مباشر، كل يوم باكل مطرق ولا مطرقين، ما في يصير يوجث. ترى هذا اللي من موسم لموسم من حول لنحول. هذا عن هذا عن الحبول وعن الفقاع الله يسلمكم. ها التحرونه المغرب يتخرفش وفي الليل لان لا ها طالعوا كان وما زال. طلعوا نفس الشيء. ما في عين ما في شيات رقم واحد. وطريقة الفقاع صورناها اليوم وطرشيتها حق هذا مالت خبير السناب، بينزلها بكرة ولا ورا بكرة. اليوم نزلنا الحين توه نزل على الانستغرام 6 مقاطع كل مقطع دقيقة مال طريقة خدمة اللي فقاعته. حد يسميه فقاعته، حد يسميه مشخول، حد يسميه مطبن، حد يسميه تحت العيش. 4 مسميات له هاللي كل يوم نخدمه نحن. حد انخدمته على المالح هو نفس الشيء، خدمته لحم نفس الطريقة، سمك نفس الطريقة، دياي نفس الطريقة، ربيان نفس الطريقة، للإيبة طريقة المشخول نفس الشيء وكل شيء. يا غير كان المشخول على سمك يجلون السمك شويونه، والدياي نفس الشيء بعد، والحملة الحملة يبقى لها حماس وتفوير قبل وحماس وتنطبن تنطبن يطبنوها تحت العيش وجلبوا العيش عليه. كان أهم ما يكون الطريقة، متى ينحط اللوم اليابس، متى ينحط الملح، متى ينحط كل شيء. ترى له وقت معين، ان جدمت هذا على هذا اخترب شغلك. ما تشوف يقول لك حد من العرب يوم يسوي الشيء طعم لك الحامز نفس المكونات حاطين. هذا الطبخ حامز وهذا الطبخ ما فيه حموزيه، طبخهم هذا رمهم في نوخه فيه خدمه عرب، وهذاك الطبخ نفس المكونات بل احسن المكونات لكن ما فيه طعم. شو السبب؟ لأن طريقة تركيبة الإبزار والأشياء اللي تضاف المكملة للطبخ ما تنحط في وقته، أو يعني مثلا السنوت والليلان ما تلحقه الضوء، لازم ينحمس ويا البصل هبوا يا الطماط. نحط نعقيت الطماط وعقب عقيت المكونات هذه السنوت والليلان والجرف وحمسته ما بتلقط، ما بيسوي ريحة لأن خرس من الطماط يتخروسية من الط تعال عليكم صبر شوية يخرس من الطماط، فلازم يكون حاف الزيت والبصل، البصل ويا المكونات اللي انت حطيتها هذه. الحين انتوا ليبة المعلومات كلها يدخل بوي على الانستغرام، الانستغرام يدخل بوي بيلقط كل شيء موجود، كل شيء موجود مال طبخة اليوم اللي هي اليوم حطينا الله يحفظكم المشغول، عبارة عن 6 مقاطع كل مقطع دقيقة عن طبخة واحدة. وبكرة إن شاء الله بنحط أو ورا بكرة بنحط البكورة، واللي عقبه بنحط الفقاع إذا الله جعلنا من الحيين، واللي عقبه بنحط الساقل. كل مرة بنحط شيء بين فترة وثانية، بين فترة وثانية بنحط طبخة شيء فنان، بنحط شيء يعني تغيير كسر روتين. ولكن في وين في الانستغرام، وحين بنزلكم الحساب مال الانستغرام كل حد يعرفه، كان سبحان الله مالي يا وليداد الأواد اللي اشتركوا ما يعرفونه. مساكم الله بالخير والنور والسرور.
اصلا لازم الحين صباح الخير، باجي ساعه بيدن المراد في هالساعه يا الله يحفظكم. بننتهز الفرصه وبنرمس عن موضوع اجتماعي بحت خاص بيئتنا خليجيا وبالاخص اماراتيا عن العادات والتقاليد، موضوع يخص العادات والتقاليد وموضوع وايد كنت رامس فيه انا قبل 3 سنين اول ما طاح لسناب، موضوع وايد مهم والناس غافلة عنه، وايد الناس الحين من بعد الصحوة الدينية والناس عرفت العدل المايل مفروض يعدلون الوضع هذا المايل اللي الناس ما تختنه كعادات وتقاليد، وهو صدق انه من العادات والتقاليد لكن الشرع الله اهم عن العادات والتقاليد. ففي كل شعوب العالم الأول عند كل شعوب العالم في الدنيا العودة هاي بكبرها شيء عادات التقاليد، هبلنا نحن المسلمين حتى الأجانب حتى أيا كان البشر، مثل عندك التبت من عادات والتقاليد عندهم يوم يتوفى حد عندهم شي يسوون يرقوب لين قمة اليبل ويعقونه هناك يخلونه فوق قمة اليبل والتخالف عليه لنسور الجوارح وهيلة بيس لين ياكلن اللحم اللي في ينبكل ويخلن عظم، يوم بيشوفون نسور وقفت من 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 الحوم فوق عدال وين عاقين ربيعهم هذا عرفوا انه خلاص ما تم فيه لحم فيفرحون. هذا من العادات، هم عندهم عادات عادتهم من آلاف السنين وماشين عليه، هذه من ضمن العادات والتقاليد. من العادات والتقاليد المتوارثة شيء منها مستوى الناس مستوى الدنيا ماشي عليها، لكن ما يمس الشرع بشيء، يعني الدين ما شيء ما يتعارض مع الدين، فلذلك هذا ما منها خلاف، شيء روعة وفنان وزين اللي يبا يسلكه واللي ما يبا على هواه يغير ما يتنافى أو ما يتعارض مع الدين، مع الدين الدين ما بمحر منه أو بما معناه ما يخصه في الشريعة، يعني شيء مباح عادي اللي يبا يسلكه واللي ما يباه يودره. بالجانب الآخر شيء من العادات والتقاليد تخالف الشرع، تخالف الشرع مخالفة تامة أو بالأحرى تخالف فطرة الإنسان اللي الله فطره عليها، تخالف الشيء هذا تماما. من العادات اللي تخالف فطرة الإنسان اللي الله فطره عليها طبيعة البني آدم هي إنهم يعقون موتاهم تاكل منهم تاكلهن النسور والجوارح والطيور والقربان، هاي عادة تتنافى مع فطرة الإنسان، يعني ضميرك كيف يهون عليك هذا أخوك ولا أبوك ولا ابن عمك ولا زوج ولا أخ تخلي الطيور تأكله ليه؟ هذا كانها عادة ومتوارثة عندهم ومتعارف عليها من آلاف السنين قبلنا وقبل عصورنا، منو بترمس؟ ما شيء فايدة، هاي عوايدهم عادة عندهم، شرات الشيء من الأديان يحرقون ميتهم وشيء من الأديان يحنطونه الميت، يعني عادات. الله سبحانه وتعالى مكرم الإنسان، فكيف أنتوا تودرونه في قمة يبل تلعب به الطيور تمجر عيونه تخليها كعصف مأكول، كيف يهون؟ هذه من العادات والسلوم اللي عند الناس اللي تخالف فطرة الإنسان اللي الله فطرك عليه هالشيء، تشوف هذا شيء يعني نشاز، لكن هذا طبعهم وهذه سلومهم وهذه تربيتهم وهذه بيئتهم وهذه عاداتهم وتقاليدهم، يعني لا يختلف اثنان في ذلك. وفي من العادات والتقاليد المتعارف عليها شيء من البلادين، أنا عارف شيء من البلادين، يعني الشخص الله يعز بيك السامعين ما يختن عند شيء من القبائل ما يختن، تدرون متى يختنونه؟ يوم عرسه،
يوم عرسه يختنون. هاي من العادات والتقاليد. وحد شو بقولكم، أمور وايدة بالعادات والتقاليد، وبالأخص في السودان وفي الإمارات وفي عمان وفي كل هالدنيا العودة، في كل مكان من الأماكن في الدنيا العودة شيء عادات وتقاليد، شيء ينافي فطرة البني آدم وشيء محرم. الشرع السماوات والأرض متبرية من راعي الدرب هذا، السماوات والأرض متبرية من راعي الدرب هذا السلك اللي هم سالكين ويقولون هاي والله ترث هاي. حتى نحن في الإمارات يعني شيء من العوايد يعني موجودة ونشوفها يوميا في كل بيت وفي كل مكان وعلى كل محفل وعلى كل مرمس وعلى كل مناسبة وفي كل نش ويلس وقوم وقعدة، في كل مكان هالمناسب هالشيء اللي حصل. ونحن نقول هذا من العادات والتقاليد، هو صحيح من العادات والتقاليد. هي يا غير إذا أن العادة هذه أو الموروث اللي نحن وارثينه ابن عن جد يتعارض مع الدين، لا والله الدين هو اللي مبداي يتبدى الدين على الموروث وعلى العرف وعلى السلوم الأولية وعلى تخاليف يدودنا، هذا كله يدور زيرو. إذا الدين يقول لا، إذا الدين يقول لا ويتعارض مع الموروث المتعارف عليه، نقول هات خالي في دودنا، لا والله الدين لمبداي والعرف اللي نحن متعارفين عليه والتخاليف ليدود ينمسح مدام انه يتعارض ويتنافى وفيه امر تحريم، لا والله. الاول اللي ما يعرف، لكن الادمي من يتيه المعلومة ويعرف ويتجاهلها هذا يا ويله من الله سبحانه وتعالى. شو السبب؟ لأنك الأول أنت في غفلة وما تدري ولا تعرف ولا عندك خبر يقين عن هالخبر، تسمع فلان وعلان قال، لكن أنت ما تدري، لكن حاليا أنت تدري وأنت تدرين، لأن في وعي ديني، وعي في شريعة، شيء محكمة، شيء اتصال مباشر في الشرع، شيء قضاء، شيء كله موجود. فهذا مش ذنبك أنت ولا ذنبك أنت، هذا مش ذنب الحكومة ولا ذنب الشرع، التقصير منكم أنتم. مفروض مثل ما تسألون اليوم فطر ولا صيام، تسألون عن هالحدث، هل هذا حلال ولا حرام، زين ولا شين، تبدون الموروث على الشريعة وعلى الدين وعلى هذا ما يستوي. لازم أول شيء يتبدى الشريعة، ما حد يودر حكم الله سبحانه وتعالى وشرع الله ويصير يقول والله هذا نحن مخلف علينا، لا اللي تخلف عليك ابوي ودره هاك ابوي زمانا مضى يا الغميري، هاك ابوي الاول الحين، لا الحين انت الاول ما تعرف، الحين ياكل ابوي ياكل علوم الاخبار لين عقر دارك. فبحكم ما نحن مجتمع إماراتي مترابط البيت بالبيت، اليار عند اليار، نتزاور نتخالف، تتخالف يدنا عزاد ويا الكبير والصغير، الذكور والإناث، هذه خالة وهذا بنت هاي بنت عم وهاي بنت خالة، وهذه من الأنساب وهذه من الرحم، وهذه بنت خالة اللم وهذه بنت خالة اليد، وهذا منه هذا عيال قرية، كل منه يعرف خيه، يعني هذا منا نحن مدخلاني ويا الثاني. كل هالأسر، أغلبية أسر دولة الإمارات مترابطين أسريا. ليش؟ لأن نفس العادات والتقاليد وبيئة وحدة وتربية وحدة، وتحت مظلة دولة الإمارات اللي هي مظللة كل بيت في هالدولة، فيحسون العرب، فكل المواطنين في الدولة عندنا يحسون بحميمية بعضهم مع بعض، كل هالبيوت تحس بحميمية. فما عنده خلاف الآدمي من يدخل ويا رباعته بالبيت، هذه يمه كلهم أرباعته وايوها واللم،
نقبوها وايهوها وايه ما بسلام عليك من بعيد. لا سيد بعد هي توخي يحبوني على راسي على هالمنوال. هذا أمر يتنافى مع الشريعة ومع الشرع مع حكم الله سبحانه وتعالى، لأن أبوي هذه من المحارم، هذه من المحارم. نحن كنا رامسين على الموضوع هذا قبل، لكن ما زال لازم تكرار تكرار دوم اليوم ودوم، أنك أنت لازم تقدم النصح والإرشاد لكل العالم. حد من العرب يسهى ومش غلط أنك أنت، فنحني على الله يحفظكم مجتمع هذا اليار من يربى ويا عيال هاي في ينشأ وياهم من يوم الصغر لين يكبر ويبلغ وتغدي لحيته كم أكبرها، وبعد من يدخل بحكم عبارة أمه، وهو صدق يعني عبارة أمه، ما يحس باتجاه العائلة هذه. البنات يحس بها خواته والأمهات أمهاته بالفطرة تي من الله سبحانه وتعالى. يقير الحرام حرام، هاي محرم كانك أنت تعرف للمذهب والمعنى وتعرف أن الله حق، هذا حرام أنك تدخل وتواي حرمة حتى لو عمرها 90 سنة، ما يستوي نتوايها، محرم حرام. الله سبحانه وتعالى محرم أنك الحرمة محرم هذه عليك أنت حرام. لو بيقولون ربته لو إن شاء الله مرضعتنك على عيني وراسي، مرضعتنك على عيني وراسي يا غير أنت اللي ربيع عيالها حتى يوم أنت مخاخيطك ثلاثة منهن ما يخصه. هذا أبوي شيء وهذاك شيء آخر. الأول يوم أنت ياهل من يوم عمرك سنة ليكملت 4-5-6 سنين برايك، لكن حينه زمك البلوغ وتصبح وتمسي تنقبهن فوق روسن، والله حسبة أمي. لا أبوي ما بحسبة أمك ولا عندك خبر، منو قال لك حسبة أمك؟ لا بحسمة أمك ولا شياتك، تروم تاخذها لو حتى عيوز عمرها 70 تروم تاخذها. الشرع يحللك، ما يقول لك ما يسونك تاخذها، مدامك تروم تاخذها شرعا حتى لو عمرها 90 سنة وتروم تاخذها شرعا أبوي ما تحل. كيف أنك تويها؟ كيف يعني توها بحسبة أمك؟ ما يستوي الحلال بين والحرام بين. ما يسأل ما يخص، أنا ما بيالس حين أحلل وأحرم، لا أنا خوفي على الأمهات، الأمهات واليدات والخالات والعمات والخوات، أي حرمتن كبيرة من يدخل عليها ولدها ولن يار اللي وراء 16 ساتول ساتول الصفاعنة كل حد بمدواخة أمو أندوش مايا، هذا أخوي خلفان ربيعي وهذا بابي وياي وهذا تحديني ليلة ولي وهي من حديها مرحبا ولدي ونقب شيء مبايه بالخشوم وشيء حب على السطرات وشيء نقب على الرأس وأمور مبايدة أمور لا يرضى بها لا الله ولا رسوله. نحن كلنا ندري أن القلوب صافية والنية سليمة، وهاي حسبة أم وهاي حسبة خالة وهاي حسبة يده وهاي حسبة أم، هذا نحن كله ندريبه وندريب إن ما في الخاطر شيء ولا عنك ناشد يا علي بن راشد، هذا نحن كله ندريبه. يا أخي حرام شراي حرام، ما يستوي اللي ما يستوي، ترى ما يستوي ما يستوي، قالوكم ما يستوي انك تدخل وتوايه حرمتن كبيره ولا صغيره، ما تروم توايه مدام ابويه هي محرم عليك. اي انسان تروم تاخذها وخيد تملك عليها، ما يخص الوخيد في العمر كبيره ولا صغيره، ترى اذا تقدر تاخذها معناته ابوي هاي حرام انت انك تسلم عليها حتى باليد، ما يستوي. ما عندي أدنى شك لا أنا ولا غيري، وكل هالأعراف السماوية تقول لك هذا حرام، إنك تويها حرام، ما يستوي إنك أنت توي، ما كلنا حنا ندريبه هذه النية، والنية رب العالمين يدريبها، النية رب العالمين يدريبها، وإن حرام بعد يا من عند رب العالمين هب من زيد ولا من عند عبيد. كلامي ما في زعل، نحن متفقين من أول ما رمسنا، إذا شيء عاده من العادات وسلومنا الأولية تنافت
أو تعارضت مع الشرع فيتجدم الشرع ودين الله على العادات والتقاليد. العادات والتقاليد بوين رصب وهذا الساعة ينحط بقشة وينقال صب عليهم ما بارد يقول استريح مكانك، لأن هذا الشيء الحين الأول نحن ما نعرف والحين أبوي عرفنا. فتم من أبوي في البراد كان رقم واحد وكان شيء زين شعور طيب، يا غير الأول نحن ما ندري بأنه حرام، الحين أبوي درينا وتأكدنا أن هذا الشيء حرام، فإقلاع عنه أهم ما يكون. شيء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه، لو أن الرجل ينضرب بحديده مطرقة على خمرة راسه أهون له من أنه يصك حرمة ما تحله. تخيلوا معنى الحديث، لو أنه تنضرب بمطرقة على خمرة راسك أهون من أنك أنت تصك حرمة ما تحلك. شوفوا يعني عظمة وهول الموضوع. الموضوع ما بشيء بسيط، أن ضرب البني آدم بحديدة على خمرة راسه أهون من أنه يصك حرمة ما تحله. علني أبوك ما وايهتن دبت حياتي، علني ما وايهن أوايهن وأنا بندبغ على بحديدة على خمرة راسي ما شيء كالف. وجاب أوايهن لا وايهن ولا شيعته، بوايه خالتي، بوايه اختي، بوايه عمتي، بوايه ام حرمتي، بوايه يدتي، ام ربيعي اسير انقبها على راسها وياها وياها دي وبويها لا وياها ولا عندي خبر حق شو ما شيء كالف. يهون عليك راسك تندبغ بحديده على خمره راسك ما تبي يا ود الحلال. وحد من العرب يوم الله عاده الله هداه وعرف ان هذا حرام وهذا ما يجوز وهذا ينافي الشرع وينافي الدين، يودر لمبايه ومصافح، فيازم من يجي ويجبل عليهن سلام عليك خالتي من بعيد. اي قم عاد الحين فتشت الحمار من لو حله بيقول ان في قول عبد الرحيم يوم الحين نحن ربيناك ويوم الحين قديت يعري كم اكبرك يعني حتى المبايه ما بتوايهنا فضل عنك يلي فيك وما يخطيك. قم عاد الحين فهمن ان هذا رب العالمين عند بينجي من دق الحديد على خمرة راسه. الرجال ما يبه الرجال خلاص عاد عرف ان الله حق وعرف ان هذا ابوي ما يستوي ولا يوز ولا يليش في العقل انه يكرر كثر ما كرر الاول. مفروض الله يحفظكم على كل إنسان يتقبل النصيحة ويتقبل الانتقاد ويتقبل الرأي الآخر ويتقبل حتى لو تشوفه شوي كبير عليك انت هالموضوع، أو أنك تقول أنا مستويت والله خلقني هالنمونة كيف الحين أغير من سلكي أنا؟ لا والله غير من سلكك إذا أنت ترضى على نفسك. كيف بعد حيفا ترى فقيرة هاي باكر أبوي بيدها في يوم الحشر والقيامة بيدقون أبوي مسامير في راحة يدها بتتشلبح من قاعة يدها يدقونها بمسمار. هل يتويا هالريايل اللي يتويا هالريال المحرم بيدقونها بمسمار أبوي بتازم تشلبح دبة حياته. وين فيك انا حتى تدقق المسامير طول وانت ما دققتن المسامير يوم انت صغار، حين يوم عجزتن وعبرتن الدهر بيدقونك ابوي بمسامير في راحة ايديكن من في وقت الحشر والقيامة. هل يتوايه الرياي هذا الموضوع حين هذا اللي يستوي ترى ما بمنقود ولا بمن انه يعني عيب ولا بمن يعني شيء هذا حرام شيء يخالف الشريعة، شيء يخالف الكتب السماوية، شيء محرم رب العالمين محرم إن ما تحلك ما تصكها بيديك بتلحقك النار من وراء المواية هذا بتلحقك النار إن شاء الله حاد دنج. لا والله اللي بتشوفينه مجبل أبوي لا توي هني أبوي الأول أنا ما أدري اليوم يعني الخبر دخيل والديك لا تويهني لا في ابوي يدقوني بخبرة راسي بمطرقة ولا في ابوي شطنوني ديب مسامير ما يبالي كلام ابدا. كان تحيدين عمرك ما تبين دق المطرقة ولا تبين دق براحة يديك بمسامير لا تصافحينهم يا ابوك
ايش حق الصافحين؟ والله ما لك الحمد، حاليا الحريمنا نحن كلهن في نور وفي في ثبات عقل، والحمد لله حشمه ودين وصلاه ومخوفه وخايفات الله. فمش غلط، مش غلط ان الواحد يراجع عمره حتى على كبر، حتى لو هالادمي الولد اللي يوهني من 20 سنه الحين بقول لابوي بريك، ابوي الزم بريك، هبل الزم بريك، الزم هند بريك، رب بريك ابوي، راجع دهونك، الله الله في ما في ابوكم على عصيان الله، خلاص الاول ابوي انا ما ادري وحين دريت، ما بعيب رب العالمين غفور رحيم، رب العالمين غفور رحيم، كيف يعني حد الطف من الله في عباده؟ ما حد الطف من الله سبحانه وتعالى في عباده، الله رؤوف رحيم بيغفر ان شاء الله للكل منكم والجميع، يا غير يودنا بريك ولا حد وياك. وسامحوني اني انا تطرقت لهالموضوع، هذا شطارنا هالموضوع انا قبل 3 سنين تقريبا ويا في بالي، شفت كذا اسره ادخل عندهم وعيال العم، عيال العم يويهون بنات عمهم، عيال العم يويهون بنات عمهم وبزعمهم انه مربتنا، حتى لو مربتنكم، حتى لو مربتنكم ما يستوي، ترضون انتوا عليها فقير؟ والله يبوكم يا باكر ما بتنفعونها يوم الحشر والقيامة، حسابك عسير، والله يبوك يا حسابك ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. والسموحة من جنابكم وتصبحون على خير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. حطيت ترى في الحساب مال الانستغرام طبخة مالت اليوم اللي هي المشغول، مشغول المالح موجود في الحساب مال الانستغرام، اللي يبى يتطمش عليها طبخة ولايتية لا صارت.